كل واحد لما بيبتدي يروح شغل جديد بيبقى متحمس جدا، بيبقى عنده افكار وبيبقى عنده توقعات وبيبقى متخيل ان هو هيروح يعمل الفرق اللي ما حصلش في المكان. اول يوم بيبقى متخيل برضو ان هو يا اما هيتم استقباله استقبال الفاتحين، يا اما ممكن الناس تبقى مش واخده بالها منه. يا ترى كل واحد لما نزل الشغل اول يوم، عايزه كل واحد بيتابعنا النهارده يقول لنا لما نزل الشغل اول يوم حصل معاه ايه، ايه الموقف اللي حصل معاه وما يقدرش ينساه ابدا، ايه التوقع اللي كان عنده وما حسهوش او ما لقهوش حصل معاه في اول يوم. مصطفى القصه دي بتحصل كتير قوي. احكي لنا انت الاول. عملت ايه؟ انت جيت التلفزيون كان اول مكان ليكي؟ اول مكان ليا كان في التلفزيون، بس انا جيت التلفزيون وانا في اولى كليه، كنتش لسه خلصت كليه، كنت لسه في كليه اعلام. واول ما ابتديت انزل تدريب في القناه الرياضه، قناه النيل للرياضه. في اول يوم جيت كان اوردر خارجي، كانت مباراه بين مزارع دينا ومش متذكره مين، فكان يلا هننزل يا جماعه انا جايه التلفزيون، انتوا تنزلوني رايحين بيا فين؟ وطفله بقى. ورحنا وبس وقصه ورايحين وجايين، بس كانت تجربه هايله. عظيم. ابتديت اتعرف على ناس وابتديت اتعرف على مواقف مختلفه واشوف اماكن انا ما كنتش يعني شفتها وما كنتش متخيل. مزارع دينا كمان بقى كانت شكلها مختلف خالص، ومنها ابتديت اتعرف على الانديه اللي مش بتلعب في الدوري الدرجه الاولى وقتها، دوري المظاليم. يعني كانت التجربه كلها كانت مختلفه تماما. صحيح صحيح. على اي حال هو بشكل عام يعني المواقف الاولى دي هي اللي بتشكل حياه الانسان، ودايما بيقول للواحد لما بيجي الشغل جديد يعني بيبقى محتاج صحبه حواليه، ومحدش بينسى ابدا يعني اقرب حد ليك قال لك تعالى اشربك كوبايه شاي، تعالى يعني اقعدك معايا شويه، تعالى اعلمك حاجه. المواقف الصغيره دي مفيش حد بينساها. انا مش عايز احكي لكم برضو او تتكلموني عن الموقف اللي حصل معك، ممكن تتكلم عن شخصية أثرت في حياتك أول ما دخلت الشغل، استقبلتك استقبال كويس وقدرت إن هي تعمل معاك زي ما بيقولوا كده الواجب، يعني تعرفك تفاصيل أو كواليس المكان. أعتقد كل واحد فينا بيحتاج الحاجة دي جدا يعني. طبعا طبعا. أحسن من كل مشاهدينا يقولوا لنا، صفحاتنا موجودة معاكم، مستنيكم تبعتوا لنا على صفحات البرنامج على القناة الأولى أو على الفضائية المصرية أو على صفحتنا في صباح الخير يا مصر، مستنيكم تقولوا لنا كل التفاصيل. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.